يا هلا فيكم، يلا تحييهم. هذه قصة رجال راح يخطب وحدة من أبوها. رحب فيه أبوها لكنه قال له بشرط واحد. قال الرجل اطلب اللي تبي ورقبتي سدادة. قال أبو البنت للخاطب أبيك وأنا عمك تروح عند ذاك المسجد وتشحل مدة شهر بس، إذا قدرت تراني بعطيك بنتي فلانة على سنة الله ورسوله. قال الرجل يا عمي اطلب غير هالشرط. أبو البنت عيا يعني رفض، ومن كثر ما هو متولع بهالبنت قال الرجل أمري لله، من بكرة بروح أشحذ. أول يوم قعد وهو طاقن اللطمة مستحي حده، وجبهته كلها عرق من الإحراج، لحد يعرفه مد يده الرجل وبدأ يقول تكفون يا جويد تراني مسكين ومحتاج. شوي شوي ابتدوا الناس يعطونه. المهم ان الرجال بدا يتعود على هالشغله والحياه عنده كل ماله يخف. المهم لما انتهت مده الشرط راح لابو البنت وحط قدامها الخرده اللي جمعها من الشحاذه، وقال له الرجل يا عمي شرطك وسويته وهذا اللي حصلته دليل على صدق كلامي. قال عمه بارك الله فيك، الحين بعطيك بنتي فلانه على سنه الله ورسوله بس بشرط اخير. قال الرجال وش هو بعد؟ قال عمه على هونك، شرطي انك تترك الشحاذة للأبد. ها ضحك الرجال باستهزاء وقال له لا والله إلا هالطلب، هذا اللي مستحيل أسويه، خل بنتك عندك ولا أترك الشحاذة. انتهت سلفتنا، يا رب تعجبكم، سلامة تسلمكم، ودمتم بحفظ الله ورعايته، ومع السلامة.